محمد رسول الله الأكرم صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله عز وجل، أيده الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وبوأه منزلة رفيعة ومدحه أكثر من مرة، لكنه عاتبه أيضا عتاب المحب في مواضع عديدة أخبر بها عباده في كتابه العزيز. حادثة عبد الله بن أم مكتوم. جاء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا ضريرا يريد أن يستفسر منه عن شيء في العبادات، فانشغل عنه النبي الأكرم بمجادلة المشركين حتى يؤمن بما نزل عليه من الهدى والحق، فعاتبه الله تعالى في آيات بينات: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. حادثة أسرى بدر. بعد انتصار المسلمين في بدر، استشار رسول الله صحابته في أمر الأسرى، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قومك وعشيرتك خلي سبيلهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اقتلهم. فاختار نبي الرحمة أن يدفع أهل الأسرى فدية ويطلق سراحهم، فعاتبه الله سبحانه وتعالى منتصرا لرأي عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فلما التقى النبي الأكرم بعمر بعد نزول الوحي قال له: كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء. حادثة سؤال قريش عن الروح وأهل الكهف وذي القرنين. في بداية الدعوة المحمدية، قال بعض أحبار اليهود لمشركي قريش أن يسألوا رسول الله عن الروح وأهل الكهف وذي القرنين، وذلك لتعجيزه حسب زعمهم. فلما سأله كفار قريش عن ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غدا أخبركم بذلك. ونسي أن يقول إن شاء الله، فاحتبس الوحي عنه 15 يوما حتى حزن حزنا شديدا وتكالب عليه المشركون، فأنزل الله تعالى عليه الوحي ليفرج عنه ويعاتبه على نسيانه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. حادثة تخلف المنافقين في غزوة تبوك. في السنة 9 للهجرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لصد التهديد الروماني لدولة الإسلام الفتية، فقام 39 رجلا من المنافقين باستئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم للتخلف عن الغزوة، واعتذروا بأعذار كاذبة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في المدينة المنورة،
فعاتبه الله عز وجل على إذنه لهم بالقعود، إذ كان أولى أن يطلب منهم الخروج إلى الغزو حتى يتبين له نفاقهم إن عارضوا أمره. وأنزل تعالى قوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.